وفي بلاد الرافدين كشف مصدر بمفوضية الانتخابات عن تصدق قائمتي العباد والصدر في النتائج الأولية للفرزة. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية وصلت إلى 44.52% من إجمالي من يحق لهم المشاركة. عدد أو مجموع الكلي للمصوتين بلغ 10,840,989 مصوت، منهم عدد المصوتين في الانتخابات في التصويت العام 9,952,264 مصوت، وكذلك عدد المصوتين في التصويت الخاص بلغ 709,396 مصوت. أما مصوتين العراقيين في الخارج فبلغ 179,329 مصوت، وبذلك تشكل النسبة لحد هذه الساعة نسبة المصوتين في العراق الكلي 44.52% من عدد المصوتين.